مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. وحنا الان كنتواجدوا في دوار ناريه معروفه هنا في منطقه البرنوسي. كيف كتشوفوا معنا اجواء هنايا داخل هذا الدوار هذا؟ كيف كتشوفوا معنا واحد المعاناه اللي الله يحسن لهم صراحه، عشان الناس تكرفس في الشر والبرد. شوفوا معنا الناس عايشة في القطرة، عايشة ما كاينش الواد الحار. كيف كتشوفوا معنا عندهم واحد المعاناة ديال الماء، كاين اللي كان كيوصل ليه الماء لديورهم. انتما كيف كتشوفوا معنا دوار ماريا بدا كيغرق في هاد اللحظات هادي. شوفوا المديرين غير فوق الحجر. السلام عليكم. كيف كتشوفوا معنا يعني الى بغيو يدخلوا لديورهم كيمشيو غير في هاد الحجرات هادو. الى صبات شي شتا قويه راه غيغرقوا كاع هاد الديور هنايا. كيف كتشوفوا معنا المعاناه اللي الله يحسن العون والله صراحه. كيف كتشوفوا معنا الناس فين عايشين؟ كيف كتشوفوا معنا التكرفيس، الخنز، الحشرات، الحوت. جينا باش نقربوكم من الاجواء داخل الكاريان دوار مرياح. عفوا، كيف كتشوفوا معنا الاجواء حاليا داخل الكاريان؟ كيف كتشوفوا معنا الناس مكرفسه، الناس كتعاني من بزاف ديال الحوايج داخل هذا الكاريان هذا. الله يحسن العون صراحه، الله يحسن العون. عندهم قطره وما كيوصلش لهم الماء، وعندهم مشاكل ديال الإنارة هنا داخل هذا الكاريان هذا. لا طاقة مباشرة في صولة تشوى. انتما كيف كتشوفوا معنا الناس مكرفصة غارقين الديور ديالهم في هذه اللحظات، ما كيوصلش شوفوا معنا لحالة صراحة ما تبغيهاش العدو. شوفوا معنا الماء داخل حتى الديور ديال الناس، الناس ما عندهم كيفاش يخرجوا من هنايا.